هذه الطريقة الموجودة في مصر. السؤال الثاني، ما هي الطريقة الأكثر استخداما؟ السؤال الثالث، كيف يمارسون تلك الطريقة؟ شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريقة الشاذلية لوجود مولانا أبو الحسن الشاذلي هناك. فأبو الحسن الشاذلي خرج من بلاد المغرب العربي، من بلاد الجزائر، ودخل مصر سنة 643، وانتقل إلى رحمة الله سنة 656، وسكن الإسكندرية ومعه تلميذه المرسي أبو العباس، مات سنة 685. ما هي الطرق الموجودة في مصر؟ كل الطرق موجودة في مصر. نقشبندي، قادري، شاذلي، كبروي، كل الطرق موجودة في مصر الحمد لله. السؤال الثالث أنا مش فاهم، كيف يمارس يعني؟ كيف يمارس؟ الطريقة. الطريقة؟ كل طريقة لها طريقة. فكيف يعني؟ ده سؤال كبير قوي. كل طريقة لها أذكار ولها حضرة ولها شيخ، وكما أنتم تفعلون هناك يفعلون، فلا خلاف في الطرق. نقشبندي يفعل الخد، الشاذلي يقرأ حزب البحر، هذا يقرأ ورد الإمام النووي، كل طريقة لها أذكارها الخاصة بها، وكلهم من رسول الله ملتزمون. ترجم مولانا، ترجم السؤال وترجم الجواب. ترجم السؤال، السؤال والجواب. هذا السؤال الذي ditanyakan yang pertama yaitu tarif apa yang paling banyak di Mesir. Beliau menjawab bahwasanya tarif yang paling banyak di Mesir itu adalah tarif Syadriyah, karena di Mesir ada Abu Hasan Syadriyah hijrah dari Maghrib ke Mesir, sehingga betul-betul tersebar tarikhnya. Kemudian yang kedua, yaitu apa saja tarikh yang ada di Mesir. Beliau menyebutkan bahwasanya semua tarikh itu ada di Mesir. Nasabiyah, Syadiliyah, dan Al-Wadiyah, macam-macam, semua tarikh ada di Mesir. Kemudian bagaimana memasak, bagaimana mengamalkan tarikh-tarikh tersebut? Jadi pertanyaan yang amat sangat besar. Maka harus kita ketahui setiap tarikh itu ada jalannya masing-masing dan harus ditempuh oleh pengikut tarikh tersebut. Dan kita tidak mungkin menyebutkan yang tarikh kita bahas satu-satu. Tidak. Yang jelas semuanya itu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tarikh Syadziliyah ada caranya, ada wiridnya, ada jalannya. Tarikh Syadziliyah juga semua tarikh ada jalannya masing-masing yang diamalkan oleh Tuhan-Nya masing-masing. Khalas. Bisa mungkin dipahami soal. Kamu tasha. Satu mana desa orang. Tunggu kena nak kena tuh, nak bakal kisah tu bingung di mata mereka. Nah, apa yang dah kena soal? Tolong ini. Objek mana masuk ke awal? Silakan maju ke satu pertama. Thank you.
لكم كنيسو أن الرجال يشتبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ، متى لو تلم الشخص بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ونساه السلطة؟ هل كلام النبي في ذلك الوقت يعتبر حديث؟ لو كان يعتبر حديث أي نوع من الحديث فسيكون؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المرة الثانية لا تسمع. حد فهمي فهمي. الله مغني سبحانه أن الشيخ لا يسمع صوتي. خل 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 هي تسأل وتقول لو أنا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ثم الرسول يتكلم معي، هل هذا يعتبر حديث؟ طيب أنا أزيد سؤال آخر، هل أنا أعتبر صحابي؟ طيب أنا أزيد سؤال رقم ثلاثة، هل يجب علي تنفيذ ما قال؟ كده السؤال له ثلاثة أجنحة. أول شيء، من رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم بشروه بالجنة، فمن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قالوا ممكن الشيطان يأتي في المنام ويقول أنا ربك، ممكن، لكن لا يأتي ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله ليس له صورة، فلو جاء الشيطان في المنام في صورة وقال أنا ربك عرفنا أنه الشيطان، لكن لو جاء في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نعرف؟ ومن هنا الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءه في المنام وقال أنا رسول الله هو رسول، لكن أنا رأيته في غير شكله الحقيقي من غير لحية. قال العلماء هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قال أنا رسول الله، ولكن هناك مشكلة في الرأي، نقص في الرأي، الرأي لا يصلي كثيرا، لا يصوم كثيرا، لا يعبد الله كثيرا. السؤال، الرسول كلمني في المنام، هل هذا حديث؟ لا يسمى حديثا. هل أنا صحابي؟ لا مسمى صحابي. هل أنا ملزم بما قال؟ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الشرع. فرؤيتي للرسول في المنام صلى الله عليه وسلم شيء جميل، ولكن لا يقال أنه حديث. كان مولانا المتبولي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع الرسول، وكان يقول حدثني رسول الله، لكن هذا ليس حديثا، ليس حديثا، ولا أنا أسمى صحابي. الحديث ما قاله في حياته البشرية، أما حياته البرزخية صلى الله عليه وسلم فلا يسمح بها صحبة ولا يسمى حديثا، وإنما رسول الله حي في مقامه الشريف، حجب عن العوام ولم يحجب عن الخواص، فهو حي في مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. سؤال جميل. سؤال يعني كبير، يعني بتاني.
melihat Nabi atau mendengar perkataan Nabi di dalam mimpi itu juga bisa dikatakan sebagai hadis. Jadi pertanyaannya, perkataan Nabi dalam mimpi apakah dikatakan juga hadis? Maka ketika beliau mendengar pertanyaan ini, beliau membuat pertanyaan yang lain daripada satu pertanyaan tadi. Yang pertama, jadi pertanyaannya bagus, apakah dengan saya mendengar perkataan Nabi di dalam mimpi, apakah otomatis saya menjadi sahabat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah wajib bagi saya untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam mimpi tadi? Ini pertanyaan yang timbul daripada pertanyaan pertama. Maka beliau menjawab, yang pertama adalah bagi siapa yang bermimpi ketemu dengan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur yang bermimpi ketemu Rasul itu merupakan orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Maka kasyafu bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga. Karena manfaat yang dimana atau toanya dalam hadis dari Rasulullah menyebutkan bahwasanya bagi siapa yang melihat ke dalam tidurnya dalam mimpinya, maka sesungguhnya ia benar-benar melihat syaitan, melihat dirimu. Karena sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai, syaitan itu tidak mungkin bisa menyerupai bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya, syaitan mungkin mengaku dirinya dalam mimpi sebagai Tuhan, tapi tidak mungkin bisa mengaku dirinya sebagai Nabi. Kenapa? Kalau kita dalam mimpi kemudian bertemu dengan yang mengaku sebagai Tuhan, maka yakinlah itu adalah dusta, itu adalah syaitan. Kenapa? Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi bermimpi ada yang mengaku Nabi, maka sesungguhnya itu adalah Nabi. Maka beliau menurunkan, walaupun kadang-kadang ketika bermimpi ketemu dengan Nabi, itu tidak seperti yang kita lihat ciri-cirinya daripada kitab-kitab yang kita pelajari. Oh, tidak sesuai syama'il Nabi yang saya mimpikan semalam. Maka beliau menyebutkan bahwasanya itu juga adalah Nabi, karena memang syaitan tidak bisa menyerupai sebagai Nabi. Kemudian, apakah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut itu dikatakan sebagai hadis? Maka beliau menyebutkan yang dikatakan oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut itu bukan hadis. Dan saya pun tidak menjadi sahabat karena saya mendengar sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian apakah saya wajib menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam mimpi tersebut? Maka kita menyebutkan pengamalan kita terhadap wasiat daripada Nabi dalam mimpi tersebut adalah sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi, tapi bukan kewajiban bagi kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bukan syariat apa yang ada di dalam mimpi tersebut daripada wasiat-wasiat. Yang dikatakan hadis itu kalam Rasul fi hayatihi al-bashariyah, yaitu pada kehidupannya sebagai seorang manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Bukan kalam Nabi pada barzakhiyah, bukan kalam Nabi ketika beliau sudah tiada. Itu yang dikatakan hadis ketika beliau hidup, lalu dikatakan itu adalah hadis. Soal akhir. Akhir. Ya, wahid al-Mawqa. يا شيخ أحد تلاميذ أستاذنا في هذا المعهد اسمه مبادر يريد أن يكون علم الاستواء وكنا مشهورا في الحكومة البلادية الأشياء في هذا العام السياسة الحكومة Thank you. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سؤال سؤال طويل طويل وسؤال كبير، وما فائدته؟ موقف الإسلام من السياسة، ما معنى كلمة سياسة؟ من ساسة يسوس، يعني يستطيع أن يقوم بقيادة الأمور. شيخ المعهد هنا سياسة، هذا المجلس الذي نحن نجلسه سياسة، أو الشيخ يقول المحاضرة ساعة، الأسئلة سؤال للبنات سؤال للبنين، مين يترجم مين يشرح سياسة، الشيخ يشرب قهوة سياسة. معنى سياسة يعني الإدارة، كيف ندير المعهد، كيف ندير القرية، كيف ندير الشهر، كيف ندير إندونيسيا كاملة. يعني ما فيش اعتراض. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل إلى المدينة ومكة في فرض، في مكة لا يوجد قوة، في مكة لا يوجد شعب، لكن عندما ذهب إلى المدينة أركان الدولة الثلاثة موجود، الأرض أرض المدينة، الشعب الأنصار والمهاجرون، السلطة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يفعل صلاة الجمعة، واستطاع أن يبني جيش، واستطاع أن يجاهد في سبيل الله، واستطاع أن يفعل ما يشاء. فكلمة سياسة معناها كيف ندير الأمور. هل الإسلام في السياسة؟ طبعا موجود في السياسة، وعندنا من أجمل الكتب السياسة في السياسة الشرعية لمولانا الماوردي، المنتقد 450، له كتاب عظيم في السياسة الشرعية، مولانا الإمام مين؟ الماوردي. 20 فصل، 20 فصل، الفصل 20 يتكلم عن الحسبة، مفتش في السوبر ماركت اسمه الحسبة والأسواق الحسبة. الكتاب اسمه الأحكام السلطانية، موجود. المواد فعل كتاب خطير أو اسمه الرتبة، الرتبة في معرفة الحسبة، كيف تدير الأسواق، مجلد كبير. المواد فعل كتاب سماه الوزارة، موجود مطبوع موجود. أبو بكر خطبته الأولى سياسة، وليت عليكم ولست بخيركم. رقم 2، فإن أحسنت فأعينوني. 3، وإن أسأت فقوموني، صوروني إلى أن أصل إلى الصواب. الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع سياسة، لا فضل لعربي على عجمي إلا التقوى، كلكم سواسية كأسنان المشط. عندما قامت الثورة الفرنسية قامت على 3 أركان، الثورة الفرنسية 1789 ميلادي، 1789 ميلادي قامت على 3 أركان: الحرية، المساواة، العدالة، السياسة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا إكراه في الدين، القرآن حرية، حرية. 2، كلكم سواسية كأسنان المشط، المساواة، العدالة، إنما أهلك من كان قبلكم. هذه أسباب الهلاك، إنما أهلك من كان قبلكم. إذا سرق فيهم الشريف بن حسين الغني تركوه، مع السلامة، استغفر ربنا. وإذا سرق فيهم الضعيف بن حسين الفقير أقاموا عليه حتى قطعوا إيده. شوف الكلام، وأيم الله، والله لو أن فاطمة أحب بناته صلى الله عليه وسلم،
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت العدالة لقطعت يدها. أركان الثورة الفرنسية الثلاثة الرسول قالها والرسول فعلها، لكن سياسة خطأ ليس لي علاقة، سياسة ظالمة ليس لي علاقة، ظلم ليس لي علاقة، لكن الإسلام والسياسة السياسة معاني كثير، لو قلنا معناها الإدارة مفيش اعتبار، مفيش اعتبار. ودائما الأندونيسيين أصحاب فتن وأصحاب مشاكل، ونسأل الله السلامة. مشاكل مشاكل حتى الميكروفون فيه مشاكل. بناء الإسلام، بناء السياسة، بناء بوليتيك. اليوم يقول بهوسانيا معنى سياسة itu apa sebenarnya makna politik, makna سياسة. سياسة adalah الإداريه، yaitu bagaimana kita manajemen apa yang kita lakukan dari awal di sini itu karena سياسة adalah politik. Adalah manajemen bagaimana kita mengumpulkan santri itu untuk siasat cara bagaimana kita membuat pengajian siapa yang jadi protokolnya siapa yang jadi penerimanya siapa yang bertanya laki-laki satu orang perempuan satu orang itu bukan siasat yaitu siasat ini maknanya yaitu bagaimana kita memanage sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Maka Islam itu tidak pernah terlepas daripada siasat. Bahkan minum kopi pun siasat. Kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya siasat ketika kita Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah di Mekah itu susah mewujudkan itu negara atau ini susah. Kenapa? Karena arkanud daulah suatu daulah itu tidak terpenuhi. Maka beliau menyebutkan ketika masuk ke kota Madinah, maka di Madinah itu ada